التقى نائب الرئيس الصيني وانغ شيشان اليوم الاثنين في قاعة الشعب الكبرى ببكين ورؤساء الوفود الأفريقية الزائرة لحضور اجتماع المنسقين لمتابعة قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي. قال وان شيشان انه بفضل الجهود التي بذلتها عده اجيال من قاده الصين وافريقيا وشعب كلا الجانبين ظلت العلاقه بين الصين وافريقيا ثابته مع مرور الوقت وحققت انجازات رائعه في الماضي. يعد اجتماع المنسقين لمتابعه مقررات قمه منتدى التعاون الصيني الافريقي اجراء مهما بالنسبه للصين وافريقيا من اجل التنفيذ المشترك لنتائج قمه المنتدى في سبتمبر من العام الماضي، وهو حدث رئيسي للعلاقات بين الصين وافريقيا في هذا العام، وينبغي للجانبين ان يربطا افكارهما بالكامل ويعززان التعاون. ستواصل الصين العمل مع الجانب الافريقي لدفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وافريقيا الى مستوى جديد وبناء مجتمع ذي مصير مشترك بين الصين وافريقيا. من جانبهم صرح رؤساء الوفود الافريقية بان التعاون بين الصين وافريقيا نموذج لتعاون الجنوب الجنوب، ويقدر الجانب الافريقي نموذج التنمية الصيني والانجازات العظيمة، ويتطلع الى العمل مع الصين لبناء الحزام والطريق والتنفيذ المشترك لمقررات منتدى التعاون الصيني الافريقي.